خديجة. خديجة مقلبة عامرة خديجة عامر. احتاجة اخويا خديجة. مرحبا بك خديجة، تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك. نعاود القصة ديال بنتي. ديال بنتك؟ بنتي شحال في عمرها؟ الو؟ ب 20 20 عام. 20 عام، وشحال في عمرك انت يا خديجة؟ 40 عام. ما شاء الله بطولة العمر خديجة. تفضلي يا خديجة، شوقتينا نسمعوا القصة ديالك. القصة ديالي واحد الشخص دخل في حياة بنتي ودمرنا ودمر لي بنتي ودمرنا حياتنا كاملة. بنتي برضو ذا كانت في عمرها 19 عام. كانوا كيتقدموا لها الناس باش يخطبوها، كانت كتقول بلاتي بلاتي بلاتي، وحتى انا كنت كنقول فوق ما هي كتقول لها ماما بلاتي، بقى ما بلاتي شويه كنقول لها صافي. جا واحد النهار تقدم لها واحد السيد، كان تقدم ليها وما احنا ما كنعرفوش، اي شي ناس شافوها وعجباتهم وقالوا لواحد الشخص كان باغي يتزوج، قالوا لي راه كاينه واحد البنت كنشوفوها راه داخله سوق راسها ظريفه، كتمشي نيشان وكتجي نيشان. واخا بقينا صافي صيفطوا ليا وقالوا لي راه بغينا واش هذيك بنتك وداكشي، قالوا لي راه بغينا نتقدموا ليها وداكشي. قلت لها واخا ما كاين حتى مشكل، قالت لك هذا الولد هذا ما كيسكنش هنايا في اي شي دوله عربيه. واخا كنت صافي بديت كنوجد وكنستعد بلاش باقي واحد جوج اسابيع وغايجيو للدار باش يشوف بنتي ويتعرف عليها تم الخطبة. واحد النهار حتى جاو واحد الناس وحدين اخرين من اوروبا كيقرب العائله ديال الزوج ديالي. فاش جاو عندنا على يشوفونا، العائله جات تشوفنا. كانت البنت ديالي خارجه دخلات، جاو هما ثلاثة الأشخاص الأم والأب ومعاهم واحد ولدهم. دخلوا فاش دخلت دخلوا في العشية أنا كسكروط كجاو شافونا عائلة شي مدة طويلة ما جاو شافونا، عايشين في أوروبا ما جاو شافونا، وهذاك الولد اللي جا معاه ما عمرو شافنا ما كيعرفنا ما كنعرفوه. دخلوا شافوا دخلت البنت ديالي سلمت عليهم خرجات مشات، داروا كاسكروط مشاو بحالاتهم، انا كنوجد لدوك الناس الاخرين اللي جايين غايجيو يخطبوا بنتي. مشاو وصلوا للدار ديالهم لغد لي اتصلوا بالزوج ديالي قال لي واش ديك البنت اللي دخلات البارح واش ما مزوجاش واش ما مخطوبه؟ قال لهم الاب ديالها لا ما راه جايين شي ناس عاد جايين غايجيو في هذا الاسبوع اللي ما جاي. قالوا لي لا ما تعطيها حتى لشي واحد، عطيها لينا حنايا. تمني داك النهار كما كان شو ما جاوش وما شفتهمش. جاو فاش جاو رجعوا الله غد ليه رجعوا، انا جاو رجعوا لعندنا للدار قال لك جينا باش تعطينا بنتك ديالك وداكشي. بنتي قالت لهم انا ما كنعرفوش وما ما شفتوش ما يمكنش ليا بلاتي صبروا عليا شويه نفكر. قالوا لي لا حنا بقالنا غير بعد غدا غادي نمشيو خصك تفكري دابا في هاد الساعة. بنتي رفضت قالت لي لا خليني نفكر، نبه ضغط عليها قال لي لا انا هاد الناس اللي كنعرف انا احسن من دوك الناس اللي عاد غادي يجيو ما كنعرفهمش خاصك توافقي دابا. بنتي كثرت الضغط وهي هاد بنتي هادي درويشه، يعني ماشي ديك البنت اللي كتقول انا عمرني انا غنقول لكم شي واحد انا بغيتو حتى تقولوا نتوما بغيتوه نتوما، انا عمرني ما غنقول بغيتو. سكتات الله لي في العشيه جابوا لها الخطبه، خطبوا بنتي مشاو بحالاتهم مشاو هو بحالاته، خلى والدي هما اللي تكلفوا انهم يديروا ليها صداق حيت غيتبعوه باقي له اسبوع في المغرب من وراه. عملوا داك داروا داك الصداق ديال خلى ليهم هو خلى لي وكاله
باش يجوجوه. باش يجوجوه. من ذاك النهار بدات المعاناة ديالنا. بدات بنتي كتعاير كتهان في التليفون وكتقول هاد السيد هذا راه ماشي طبيعي. لا دازت شي يومين من ورا الساق قال لي انا عندي دوفاس غنوريك وجه واحد اخر. من بعد تيقول لها لا غير كنضحك معاك. بدات بنتي كتقول با هاد السيد با اللي جوجتيني ليه راه ماشي كيبان لي ماشي هو هذاك. كيقول لها لا ايما كتعرفيش وايما كابرش هنا ايما عايش هنا. كيعطي على راسو كيعطي ليه مبررات. درنا عطيناه مع مده ديال 4 شهور او 5 شهور عاد غيرجع باش غنديروا العرس. مشات ما جلس مده قصيره مده ديال شهر وعشرين يوم رجع عندي للدار. رجع عندي للدار جلس معايا المعاناة يوميا الضرب إهانة معيور في الدار. في دينا دار داركم داري. رجع جلس معايا وخا عندو دارو رجع جلس معايا. واش مشي يضربها؟ خرجها من الخدمة كيضربها. رجع مدة ديال ضربة واحد الضربة اللي هي خايبة هي خايبة بزاف. في الدار في الدار عندكم؟ داري في داري أو تلات في داري. وأقسم بالله العلي العظيم أي تحيدي التليفون خرجي من الخدمة حيدي الصحابات حيدي العائلة تعاودي تجبدي عائلتك تقولي كنهضر معاهم. وهاد بنتي هادي درويشة كتقول لي هاد الشيء ما كيبانش ليا. أنا عليا الضغط من باها حيت من عائلته كيقول لي لا إيبا شنو بغيتيها خليه شي مرة كنبقى نعطيها مبررات راه كيغير عليك لا راه كيدير عليك لا راه كيخاف عليك. كتقول لي أنا البنات أنا هاد بنتي هادي ربيتها أحسن تربية ما كنتش كنخليها تصح مع البنات ما كنتش كنخليها تمشي لشي بلاصة ما كنتش كنخليها كنت حارسة عليها واحد الحرص اللي بزاف كنت ديما كنخاف عليها. هذاك الشيء هو اللي خلاها تكون درويشة بزاف. الماكياج ما مستحيل حتى الريحة حتى البافا ما ديريهاش. كنقول لها واخا عصري دابا شوية وي أكيد تنعطيو مبررات كيغير عليك ما كيبغيكش ديري الريحة هادي اللبس فرض عليها لا تلبسي هادي وتلبسي هادي. المهم من داك النهار وانا المعاناة يومين عندي المشاكل يومين فرض عليها حتى في الدار هو مازال ما كاين لا عرس لا والو. كان كينعس واحد الطبق عندنا الفوق وهي كتنعس الطبق التحتاني. فرض عليها لا خصك تطلعي عندي انا الفوق. كتقول لي عندنا تقاليد وحشومة ودارنا ونحن مازال انت جيتي. كيقول لها لا انا ما كنعرفش دوك التقاليد ديالكم وما كنعرفش داكشي ديالكم انتي مراتي الشرع والقانون انتي مراتي. كتقول لي لا راه غير حشومه. كيقول لها لا هاد والديك هادو اللي غتحشم منهم هادو راه حماق اللي غيفرضوا عليا انا حسبي الله ونعم الوكيل غيفرضوا عليا انا انتي تنعسي لتحت وانا الناس الفوق. كان غمضوا عينينا وكنديروا راسنا ما شفنا والو. ديما هي ديما واكله العصا كيخرجها معاها كيقول لها شي مره يلاه نخرجوا نجيب شي صخره ولا شي حاجه. كتجي عينيها حمرين كتدخل باكيه لا مالكي. كتقول لي ماما ما ماليش. كيدخل هو كيقول لي مالكي. يقول لي سوليها هي شنو دارت لك سوليها هي شنو دارت لي. لا كنت غادي معاها انا كنصوغ وهي كتشوف. لا كنت انا غادي وهي دورت وجهها. كنقول لي راه عادي. كيقول لي لا ما عاديش عادي عندك انت ما انا ما عنديش عادي. حطيت في وسط واحد الامر هادشي راه ما هواش هو هذاك هادشي راه كاين خلل هنا. كيقول لي لا شافوه الناس كيدخل عندي وكيخرج من عندي وعاد دابا. نقول لي لا ميمكنش بنتي كتعاني بنتي كتبكي يوميا كتبكي شفت المشاكل كثرت عليا. هما بعدا هاد والدي وحده واحد النقطه بعدا ما وضحتهاش لك النهار الاول نهار الخطبه والدي حارسين عليه يعني جالس ما بين مو وجداتو وخوالاتو ما مخليناش نعرفوا عليه ديك بينا ماشي نورمال ماشي نورمال
وبزاف الناس اللي كانوا معروضين في الخطبه قالوا لنا بزاف راه ما كيخليوش شي ما كيخليوش شي يتحرك، يعني ما كيعطيوش واحد المساحه فين يهضر. كنقول لهم مو علاش ما كيهضر زعما نهضروا معاه، كتقول لك لا هو ما كيعرفش العربيه بزاف، كيتكلمش بالعربيه بزاف، وكيعرف العربيه نيشان ماشي ما كيعرفهاش. قلت لهم ربما خايفه عليه من السحر او من شي حاجه او الله اعلم، كيقولوا لي لا راه الام ديالو يعني كتجلس معاه كتوقف معاه يعني ما كتفرقوش. حسبي الله ونعم الوكيل. هاد المده هادي ملي شت انا كثرات عليا المشاكل وكثرات عليا الضغط، وراجلي كيقول لي لا ما يمكنش، كيقول لي لا ديفوفك انتيا خليهم، لا انتي ما خليها بينها معاه خليها، يعني كيضغط عليا انا. وانا كنشوف بنتي كتالم، كنشوف بنتي كل نهار كتبكي، كنشوف بنتي ما بقاش الضحك كتضحك، كنشوف بنتي تبدلت فيها بزاف د الحوايج انا اللي ربيتها وكبرتها وعارفه بنتي اش كتسوى. كنت بنتي كنقول كيتمنى اي راجل، حيت انا بنتي هذيك وانا اللي ربيتها ودرويتها، والله ما كتهش راسها، ما تقدرش تهضر حتى بصوت مرتفع، حتى ولات بنتي ما كتضحكش ما كتقدرش تهضر، حتى الهضره دار لها واحد السيستم في الدار، الا كنت مثلا انا لتحت وهبطت لعندي في الدار السفليه لا ما خصهاش تهبط لعندي، خصها تجلس حداه، ولات كتخاف ولا فيها داك الخوف منه، الا بغات تهبط كتخاف، الا هو نط انا ولا بغات دير شي حاجه كتخاف منه. المهم شت الضغط كثر عليا، قلت ربما بقيت كنعطي لراسي مبررات وكنعطيها حتى هي مبررات، كنقول ليها كتقول لي هادشي راه بزاف عليا، هادشي راه مستحيل، هادشي ما هادشي راه ما باينش ليا فيه. كنقول لها لا غصبري، حيت انت بعيده علي، حيت انت ما عايشاش انت وياه في دار وحده، حيت كيغير عليك، حيت انت كتباني لي زوينه وكيغير عليك، حيت انت. وكنبقاو نعطيوها مبررات. في ديك المده قررت كتقول لي لا خصكم ديروا العرس وخصو يمشي لدارو. هذه المده اللي كنا درنا فيها 5 شهور ولا 6 شهور، ولا تفرض عليا العرس في مده ديال شهرين، خصني ندير ليها العرس وخصها تمشي لدارها. وجدنا العرس، انا كنوجد العرس وبنتي كتبكي كتقول لي ماشي كتوجدوا العرس انتما كتوجدوا لي كفن وقبر غدفنوني فيه. بقات العرس شي 3 ايام، جا قال ليها انك شتك كنتي حاطه شي تصويره ديالك في التليفون، ضربها وموت علينا في الدار وبغى يضربنا كاملين والغوات، وحنا عارضين على الناس ومجدين وكل شي صافي، ما بقى لينا غال العرس. هادي قال لنا انها تقولنا دارهم لا راه غير حيت نتومايا، حيت هي بعيده عليه، حيت نتومايا حيت هي بعيده عليه، يعني كيعطيونا مبرر حيت هي بعيده عليه، لا راه حيت هي ماشي معاه، حيت ولا لقيت تماك ما لقيش حريته معاها، حيت وين بقاو كيبسطوا لنا الامور. جا العرس وبنتي كتبكي ما عقلاش على العرس، وفيها الخوف، فيها الخوف انها غادا تمشي لعند واحد الشخص شنو كيدير فيها، هو قدامنا هو معانا كيضربها قدامي كيطرشها كيجرها من شعرها كيقش قدامي، ما عنديش الحق نهضر حيت ملي غادي نهضر غادي يردوا لي اللوم غير انا. نعم علاش زعما مات يعني راه يضربها قدامك عاوتاني بزاف؟ لا اقسم بالله الا كيطرشها قدامي كنكون غادا معاه في الطوموبيل وكيطرشها كيقول لها بطي وجهك ما تشوفيش، علاش كتشتك كتشوفي مسرحه عينيك لديك الجهه، بطي وجهك وكنسكت. عرفتي علاش؟ حيت انا غايقول لك انا، حيت انت غتعرف غير ردوا لي اللوم انا، غايقول لك انت سبب المشاكل، انت اللي نوضتي المشاكل، فهمتي؟ حيت كيقولوا غير امها اللي كدير لي المشاكل، فهمتي؟ غير امها، حيت انا مره كندافع عليها كنقول ليه لا ما خصكش دير ليها هكاك حشومه، ما خصكش دير ليها هكا، قول لي لا غير ضحكت معاها، راه ضحكت معاها، كنقول ليه لا
خصكش دير لها بحال هكا فرح شو ما حنا ما كنديروش هكا. كيقول لي وين نتوما التقاليد ديالكم؟ شكون حنا مولفين بحال هكا؟ عندنا عادي كنديروا بحال هكا. يعني كيبرر ليا وانا كنخاف من المشاكل، كنخاف من المشاكل حيت انا شويه عندي الضغط، تما الراجل ضاغط عليا كنخافو غايقول لي راه هي اللي دارت وقالت وقالت، غايقلبها عليا انا ويقول لي انت اللي سببهم في هاد المشاكل. فهمتك. داز جات الوقت ديال العرس، نهار العرس طفى علينا التليفون، العروسة خصها تدخل معها الثلاثة، طفى علينا التليفون، سد كل شيء ما كاينش. أو كان صوني والوالدي اللي جاو، حتى والدي جاو من أوروبا وقت العرس، جاو من أوروبا، جاو والدي جاو خوتو جاو كل شيء من أوروبا باش يحضروا العرس. كان صوني وليهم كيقولوا لنا اه لا راه هو مشى لعندها لعند النقافة، كنقولوا ليه راه ما وصلش النقافة، كتعيط كتقول ليه تقول لنا اجي وديو العروسة راه بزاف، راه يعني من العشرة وهي عندي ساليت ليها مع الاثناش راه بزاف، راه مدة طويلة غتبقى ما كاينش. الناس خصهم الناس اللي جالسين خصهم ياكلوا، خصنا نتعرف يعني الجو ديال العرس، خص دفع الماكله، خص الناس ياكلوا، خص ما كاينش حتى الخمسه. عاد مشى ليها عند الكوكو وهي كتبكي، فاش قالت لي نقاف علاش درتي بحال هكا، قال لي انا كنتاقم بهاد البساطه هاك، انا كنتاقم. حسبي الله ونعم الوكيل. دازت المدة ديال نهار العرس، بعد ديك الليلة فاش داها تناقش هو ويا، قال لها خرجي باتت في السطح حتى للصباح، حتى الربعة الصباح عاد هبطات نعسات بلاصة ما قالتهاش ليا، ما قالتش ليا ماما شنو وقع واش وقع. مهم داز داك العرس، مشاو والدي نهار مدة بشي 3 أيام ولا 4 أيام من ورا العرس مشاو، بقات هي وهو. من داك النهار وهي كتعنف، وهي كتاكل العصا، وهي كتضرب، وهي كتعذب، ما عندهاش تليفون، ما عندهاش الحق تهضر معايا، ما عندهاش الحق تجي لدارهم، ما عندها الحق حتى في شي حاجة، حتى شي حاجة. فاش كنهضر معاه كيقول لي حتى نكون، تيقول لي الا بغيتي تهضري معاها تكون انا مسالي، تكون انا مسالي. ربما كتقول لي واحد النهار كتقول لي مثلا تيقول لي بغيتي تخرجي، كتقول لي اه، تقول لها تيقول لها تخرجي، تقول لي اه، حتى كتوجد وتستعد للخروج يقول لها لا ما بقيتش خارج، ما غاديش نخرج، كتقول لها علاش، تقول لها بغيت. كيمكن له يقلب على اي حاجه، يمكن له يجلس حتى لجوج الليل ويقول لي عرفتي اش غديري، ونوضي بغيت هاد الدار هادي تضحك وتصيق، لا ما عجبانيش الدار خاصها تضحك وتصيق. كتقول له انا عييت بغيت نعس، يقول لي لا انا بغيت هكا، انا بغيت. عندها يوميا العصا الضرب، كيضربها تفعل الحوايج، لا تفعل الحوايج خاصها تاكل العصا. اللي كيشوفها ما يعني ما كتقاومش معاه كيخدم معاه اسلوب حدين اخرين. نهار اللي كيشوفها مريضة ناعسة كيمشي كيعيط على العائلة يعني، كيجمعها كاملة وكيقول لها انا عارض خاصك تنوضي توقفي طيبي توجدي. كتنوض كتطيب كتوجد ليه، خصو يقلب على اسلوب واحد اخر ديال التعنيف. مثلا حط حوايجو كيحطهم وكيجي وكيوريهم ليها كيقول لها ها هما يا شفتيهم ها هما يا، مثلا شي حاجه ديال ورقه شي اي حاجه كيقول لها شفتيها، كيدور كيحيدها كيخبيها كيرجع كيقول لها قلبي جبديها ليا، قلب ما لقيتهاش. كتقول لي لا راه انا ما هزيتهاش، فين حطيتيها فين باقا؟ كيقول لا انا دابا بغيتك تجبديها ليا دابا، ما كايناش جبديها، خاصها هذيك عليها تاكل العصا.
خاصها تاكل العصا. اي حاجه دارتها الضرب الاخر فيه شدها دار ليها المخده على وجهها، بدا كيحط عليها المخده وكيجلس في المناك ويقول لها موتي. الشاب بيت كان سوال وكان سوال على العائله وكان سوال وكان تقرب، قالوا لي هاد الشخص هذا اللي جاكم راه دارهم عارفينه مريض، دارهم عارفين نرجسي مريض، يعني كيعنفهم في الدار وكيدير لهم الضجيج ديما في الدار وديما معذبهم. قالوا اشنو نديرو؟ يعني غنزوجوه، غادي يتزوج، غادي يعني غادي تكالميه مثلا المراه، ولا غادي تشغل بيها، ولا باش ما يبقاش يدير لهم داكشي اللي كيدير لهم في الدار. كيشرب الدواء جامي مصايب فيه، وما عندناش الحق نهضر، واش الحق نهضر؟ المده ديال اللي بيني وبينه، مده ديال المدينه اللي ساكن فيها هو اللي ساكنه فيها انا، ساعه ديال الطريق او ساعه ونص، ما عندهاش الحق تجي. ولا جات في حالتي، لا جات انا كنقرب ونطلب ليا بنتي ولدتها، ضربت عليها تمر وتدبت، كنبغي نشوفها قبل الشهر، كنبغي غير نشوفها، خصني نطلبو الرغبه. وكيقول ليها الا بغيتيني نديك خصك تبوسي ليا رجليا ويديا الا بغيتيني نديك، وحتى التليفون الا بغيتيني نعطيه لك باش تهضري مع امك، تحني لي على رجليا ويديا وبوسيهم ليا الا بغيتيني نعطيك التليفون تهضري معاها. كنقول لي الطاقم زعما، تيقول لي لا ما تامرينيش، قول لي جيبها نشوفها، انا اللي غنبغي، نهار اللي غنبغي انا اللي غنجيبها لك تشوفيها. فاش كيشدها كيعطيها شي قتله نيتكا كتزرق، هذيك الساعه ما كيتحل عليها لا باب ولا تليفون ولا غيشوفها شي حد ولا حتى شي حاجه، حتى التلفازه اللي غتفرج فيها كيقول لي طفيها ما تفرجيش، ما انا كتصدعني التلفازه، ما يمكنش كتصنتي ليها، انا كتصدعني. هاد المعاناة كاملة عانيت أنا بوحديتي، أنا بوحديتي اللي كنعيش هاد المعاناة، باش كنبغي شي واحد ما حتى شي واحد تقش ضدي، كيقول لي خليها غير خليها، حتى من بديت يقول لي خليها باش أنها تمشي، باش أنها مع في أوروبا أنها تمشي، خليها. نقول لها السيدة ترى ماشي طبيعي، السيدة ترى مريض، السيدة ترى داكشي اللي كيدير فيها ماشي طبيعي، السيدة ترى راه مختل عقليا، السيدة راه نرجسي، راه تيقول لها اللذة ديالي، كتقول لها علاش كتعذبني ولاش كتضربني، كيقول لها شتي انا ملي كنشوفك كتبكي كنفرح، انا كيعجب ديال الحال، كنبغي نشوفك تبكي ما كندير لك والو، علاش كتعذبني؟ قلت لك حتى شي حاجة علاش تعذبني؟ تيقول لها لا، انا ملي كنشوفك كتبكي كيعجبني الحال، انا كنفرح نشوفك انتي كتبكي. بقات بنتي كتعاني. ضربها واحد النهار، اللي ضربها صافي هذيك النهار، كان واحد النهار اللي كان بغى يقتلها، بغى صافي بغى يوصلها للقتل. واحد النهار ضربها فاش شافها ضربها، بقى كيضرب فيها فاش غيبات هي، ما حسات هي حتى جابها تفاقت القطر، جرها من شعرها ودها للدوش وطلق عليه هو. بعدا قبل دار واحد الحركه اللي هي قال ليها الا شي حد دار لي بغيت ندير لي انا بحالها قرر غنقدر نديرها لي، يعني وبين ليها شي حركه شي واحد يدير معايا شي حاجه راه غنشدو غندير لي بحال هكا. ودات يومين ثلاث ايام دار ليها نفس داكشي اللي قال ليها راه غنقدر ندير، ضربها حتى غيبات، جرها من شعرها الاول، شعرها طويل شدو الواه على يدو وجرها حتى للدوش، طلق عليها الرشاشه بحوايجها، خلاها تما كيطلق عليها الرشاشه حتى تزكات كامله، وعاود جرها عاوتاني من شعرها ورجعها للبص ديال البيت النعاس وحطها فيه وخلاها، ومشى شد التليفون بدا مبارد بحال ما وقع ليها حتى شي حاجه، خلاها تماك في داك الدص حتى هي فاقت، كتلقى راسها نيفها هابطل بالدم، شعرها فازق، حوايجها فازقين كامله فازقه،
ملي سمعها ناضت وتحركت وناضت، دري بحال شي واحد حماق هزها بدا كيحيد ليها الحوايج ديالها كيقول لها واش شفتي دابا ورا كنتي كنتي تسمعي ليا كرك كاع ما ندير فيك هذا الشيء هذا اللي درته فيك واش شفتي دابا برا هذا الشيء هذا درته فيك انا حيت انتي راه ما كتسمعيش هادشي راه ما دارت لي حتى شي حاجه بوحدو. واحد النهار اللي مشيت ولقيتو نا بنتي لقيتها فواحد الحاله قلت ليها هادشي راه ما هادشي شنو درتي فيها راه حشومه عليك مشيت ملي شفت بنتي ما كتجيش عندي ومشيت انا مشيت واخا هكاك ما قدرتش نمشي وقلت غادي نمشي غادي يقولوا راه كتمشي عندها ولا كدير لي المشاكل مشيت لعندها دقيت عليها وحلات عليا الباب ودخلت لعندها وبكيت وكلني بنتي ماتت مشيت عندها كتقول لي ماما كنقول قلت لي ماما ما عنديش الحق في شي حاجه راه الحمام ما عنديش الحق ندخل ليه ونسد عليا الحمام حيد لي البواني باش ما ندخلش ونسد عليا في الحمام ولا ندخل ولا نغسل تيقول لي لو بغيت تغسلي غسلي هكاك في الحمام حيد لي البواني ما تسديش عليك لي ماما قال لي ما عندكش الحق في شي حاجه قالت لي ما عنديش حق لا عندك الحق في نفسك طلعها وتهبطها كل شيء كيقول لها انا راه شريك انتي انا غنعاود لك التربيه انا غنعاودك كامله انا غنعاودك التربيه غنعاودها لك التربيه قلت لي ماما راه ما عنديش الحق حتى في النفس ديالي هو اللي عندي كنطلعه وكنهبطه ما عنديش الحق في شي حاجه اللي جاك قلت لي حشوم عليك ضربني انا شنو انا ضربني واش ضربني انا واو اقسم بالله العلي العظيم الا ضربني انا وما عندي ضربني وما عنديش الحق نكون راه ضربني اقسم بالله الا ضربني حيت بقى كاع حيت يبقى كيعذب مني شتو كيعذب فيا بنتي طاحت سرحات كتقول لي ولا عند القولو العصبي جرتو ما كالمعده العصب يا البنت داها وحق الله اللي كيشوفها كيقول تبارك الله على ديك البنيه كيفاش دايره زويونه يقولوا لي انا هذيك البنت اللي خديتي من كل شيء من الجمال من الشعر من كل شيء اي راجل يتمناها اي واحد يتمناها بالويشه طريفه حنينه ما كتقولش المشاكل كتقولك انا راجلي ما نرفعش صوتي انا راجلي ما نقدرش نرد كلمته ردها دايره بحال شي وحده فيها السرطان يعني بنت موتاطه يحد 10 كيلو وقت قصيره بنت نشفات ولا بحالي فيها السرطان مشيت قلت لي راك ما كاينش شي حاجه قلت لي شوف راه حشومه عليك شوف ما بقاش دير لها بحال هكا قال لي انت سبب هادشي قال الله ينزل عليك النعله انت سبب هادشي وضربني بنتي طايحه في الارض ما قدرتش كنت فكري تقول لي حشومه عليك ماما حشومه عليك كندير في ماما داكشي تقول لها سكتي هي سبب هاد المشاكل كلها الله ينزل علينا لا خرجي عليا انا كنشوف بنتي طايحه في الارض بنتي كتغوت بنتي ما بقاش عندها الجد وكترد ما بقاش عندها الجد وما عنديش لها القدر حيت انا يبا ضغط علي با تيقول لي اخليها تمشي ليه انا تنشوف بنتي راه ما غادا لا ليا تنشوف بنتي غادا للقبر انا كنشوف بنتي غتموت انا كنشوف بنتي كتضيع مني انا كنشوف بنتي نهار على نهار كل نهار كتبان ليا بنتي دبالت تحت عينيها ولا كحل بنتي اللي كانت بيضه وكان خليطه ولا تحت عينيها كحل شعرها مشى الملامح ديالها تبدلت كنقول لي ما حرام عليك هذيك راه امانه طالين الله واش انت سيد راه مريض كيقول لي لا حخليها تمشي تا ليا ودير تهمنيش ليا غير كتهمني بنتي غير تهمني بنتي راه كتهمني بنتي جاب قطه شد قطه جابها من الزنقه ولا انا راه ربي هو اللي شهد عليا على كل كلمه كنقولها جاب قطه من الزنقه وشد ديك القطه وعصرها تخرج لي الدم من عينيها وخرج لي هذاك الشيء من كرشها واقسم بالله قال ليها شي انا بنادم يدير معايا غندير ليه بحال هكا ديك القطه وبنتي كتقول لي حرام عليك هذيك راه حيوانه شنو دارت ليك راه ما دارت شي حاجه ديك راه حيوانه شنو دارت ليك تيقول لي لا عصر ديك القطه مسكينه
واقسم بالله الا قال لي هذه القطه خاصها تسمع الهضره وعصر القطه خرج ليها الدم من عينيها خرج ليها الدم من عينيها وخرج ليها خرجت ليها كاكا وخرج ليها الدم سمعتيني وقسم بالله الا خرجت ليها كاكا وخرج ليها الدم بنتي بقى لحد دير عندها ما كتقدر تشوف داكشي اللي دار في ديك القطيطه بنتي حنينه كتشوف القطه دابا كتفكر داكشي اللي دار في ديك القطه كتبدا تبكي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وانا كنعيش المعاناة والله يا خويا بدر ما كان ناس والله ما كان ناس كل نهار كنقول غدا يجيبوا لي اخبار بنتي ماتت وانا بنتي ضربت عليها تمارة وما عيشت مش مستاهل ضربت عليها تمارة وصبرت وربيت ربيت بنتي مع عمر بناتي كنت حارسة عليها ما كنخليهاش تمشي شي بلاصة ما كنخليهاش عندها صحابات ما كنخليهاش يعني عاشت جنبي ما كنخليهاش كنقول انا بنتي الانسان اللي غنعطيها لي واللي غيتزوج بيها نكون كنحلف وصادقة نكون الا عطيته واحد الحاجة امانة ربيتها وعرفت شنو ربيت يعني نعطيه واحد الحاجة اللي انا ربيتها ونعطيها لشي واحد اللي غيعرفني شنو عطيته فهمتي ما كنتش ربيتها والنهار اللي بغات تزوج قبل لا نعرفه كنقول لي شوفي بنيتي الراجل وياك تهزي صوتك عليه وياك يغلط فيك شي مره قدام عائلته وتنعني تكوني وتردي عليه الا شتي راجلك غلط فيك مشي لبيتي ونتحاور معاه نقول ليه هانس راه شنو درتي لي وشنو درتي ما تعاودش هذه المره ديري بحال هكا قدام عائلتك نعني قريتها وربيتها الراجل ما عمرك الا قال لك راجلك ما تمشيش واحد البلاصه راه راجلك احسن الا قال لك راجلك ما ديريش واحد حاجه كتقول يا ماما شوفي انا عمرني هاد الحوايج هادو انا راه عرفتيني انا راه معمرني غنديرهم انا راه اللي سعادتي هي كلشي سعادتي مع الراجل ديالي راه هي كلشي انا راه ما يمكنش ندير شي حاجه اللي ما غتساعدوش وتساعد لي راجلي راه ما غنديرهاش يعني والعائله كلها كتشهد ديك بنتي يعني في العائله كلهم والله العلي العظيم كيف العائلة كلهم كيقولوا يعني راه هذيك المرأة هي راه عندها ديك البنية تبارك الله كانوا كيجيو الخطاب من كل اتجاهات ولكن كنا كل مرة كنقول ليها كنرفضوا كاع ما لقاو كمية ما كنلقاو فيه شي حاجة ما كان بغيت نعطي بنتي شي واحد اللي يكون يستاهلها وهاد بنتي ما معدبانيش يعني ماشي من دوك البنات ديال الزنقة ولا ديال كتخرج ولا ديال كتمشي شي بلاصة ولا ديال كتصلي متقي الله لباسها محتشي ما كتصاحبش مع البنات كانت عندها بنت واحدة في حياتها كنعرفها وكنعرفوا بنت الجيران هي كانت عندها ما عندهاش ما تخرج بلا خباري ما تخرج في شي بلاصة بلا خباري لأني أنا قلت هاد البنت هادي بنتي اللي غياخدها والله العلا دوك كنقول انا بنتي اللي غياخدها راه احسن كيقولوا عليه حتى العائله كيقولوا له والله لا ديتي احسن بنت والله لا ديتي تاع عائلته زعما كيقولوا لي راك ديتي احسن بنت في العائله كنعرفوها راه هي هذيك البنت ورغم ذلك ما شلنا منه حتى شي حاجه كيقول لي انا ما كتهمنيش كيقول انا ما كتهمنيش هو المهم عنده هو يشوفها باكيه شوفها كتالم شوفها كتبكي شي الماكله اللي قالت لي شي حاجه ما كناكلهاش خاصها تاكلها بزز منها ونزيدك واحد الحاجه خويا بدر تصور السحر مشيت وقيت جوج الميكات ديال السحور معمرهم كيشربهم ليه حيت كتخاف منه وكيبخرهم ليه حيت كتخاف منه ما خصهاش تقول ليه لا عادي يمكن تقول ليه لا غتاكل قتله ديال العصا وربي هو اللي شاهد عليا واقسم بالله الا وراتني جوج الميكات جبداتهم وقالت لي هانت يا ماما هادشي راه كله كيديروا لي وكيعطيه لي وكيقول لي شربي واحد تقول له علاش راه هادشي راه شرك تيقول لها لا ماشي شرك اشربي غتخطاي فديري غتعلي كثرة الخوف منه كدير لي كترضي كلشي يا بني هادشي ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ديري قالت لي ماما ما نقدرش حيت قلت لي لا راه غادي يضربني حيت قلت له انا ما عنديش الحق نقود بنتي حيت انا ما عنديش الحق قال لي الا بغيتي ما نبقاش نضربك ما تبقيش تهضري مع ماما ما تقطعي الغاها فعلا وبصح قطعت الغاية وفي حنا ما بقاش كيضرب بغي بيين ليها بصح راه انا هي المشكل حيت انا كنقول لي حرام عليك الشيء اللي كدير فيها قلت لك مشيت عنده وضربني ضربني ورغم ذلك هضرت مع والدي قلت له ما
حرام عليكم، واش انا تاكل بنتي العصا ونولي ناكل حتى انا العصا؟ لا مسحيها فينا ولا وها واحد معصب وها واحد كيتعصب. راجلي ما كانش كيتقبل مني هاد الهضره، كيقول لي قال لي وانت علاش مشيتي عندها خليها. راجلي كان الاهم ديالو وهي تمشي برا. ها انت فهمتي غات ملي تفوت لي انا ما غنقدرش لا بنتي ما تقدر دير حتى شي حاجه بنتي ماشي بدوك البنات اللي كتعرفي. لا زعما بغات تطلق تطلق بهذا المعنى. لا لا في اوروبا ملي توصل اوروبا ودير اللي عجبها فهمتي زعما تطلق لا دير فيها اللي بقى هو. لا هو راجلي اي تمشي تبعد عليه يدير فيها هو هو يدير فيها اللي بغى. المهم تمشي المهم ما تجيبش لي ديك الكلمه اللي عندنا حنايا كنقولوا طلقه ولا يقولوا طلقات سمعتيني. المهم ما يقولوش لي راه بنتو طلقات، يقدر ربما كان كيفكر بنتي تموت وما ترجعش. دابا تفكيرو كان كيتمناها تموت وما ترجعش. انا ما قدرش نشوف بنتي انا تندمت وكان احلف لك بالله الا كنت ما كناش الليل كنبات نصلي وكنطلب الله يا ربي يا ربي ما عنديش سواك يا ربي ما عنديش مين نصلي الا انت ما عنديش حتى شي حاجه ما عنديش. كنشوف بنتي نهار على نهار وانا كنشوف بنتي كتموت ما قعدتش حتى الهضره. تصور من الحرس عمرني ما جلست انا وياها الراس في الراس هكا قصو هادي في حالتي لا ما كنرغبوش. الا قالها لي راسو الا قالها لي راسو جابها راه يخليها معايا غتجلس في الدار شي ساعه ولكن راه ما غتفرقش رجلها حدا رجلو فهمتي ما غتفرقش رجلها حدا ما تنوضش من حداه ما عندهاش الحق تنوض خاصها تبقى جالسه حداه تتمشي. بنتي اللي بغيتي نشوف فيها وبغيتي لا نهضر معها ما عنديش الحق واستغلالي المدة اللي جلس معايا شهرين هو جلس معايا في الدار عمرو صرف عمرو خويا فاطر عمرو نسيطر الحليب واش دخلو عمرو نسيطر الحليب واش دخلو في يدو. انا اللي كنصرف الغدا والعشاء ولا بغى يستغني يتصور ولا بغى يستغني تنكسيه. ملي كنخرج بنتي وكندير المدينه باش نشري لها شي حاجه كيقول لي شنو زعما كتشري غير هي وانا لا وشريت لي ملي شفت راسي كنستغل العكا يستغلني قلت هادشي بزاف عليا انه يستغلني واكل شارب ناس مغطي ما كيخرجش ويزيد يستغلني انني نكسيه بزاف عليا. يعني دوزت عليا معاناة فيها قلت لك فيها في الصافي بنتي صافي عطاها قتله وجات للدار وقالت قلت لها قلت شوفي انتي تعرفي بغيت ترجعي لهاد السيد جا متل عليها وبكى وقال لها صافي ما نعاودش نضربك صافي رجعي وراجلي باس ليه راسو وقال لي عافاك عافاك. راجلي ديك كلمة طلق ما بغاهاش ما بغاهاش ما حملهاش كيقول لي عافاك عافاك ما راه ما تدير لك حتى شي حاجه انا راه عارف بنتي دري ويشه راه بنتي ما يمكنش لها دير لك شي حاجه. كيقول لي لا قطرت عليا الهضره واخا كيقول لي بنتي انا عمرني رديت عليك الهضره اللي ما كتسمعيش ليه هو ديما مخدوم هو ديما تيلعب داك الدور الضحيه فهمتيني يديرها هو اللي زعما هو اللي مظلوم لا هي كدير ليا لا هي كدير ليا. رجعت بنتي اللي رجعت عليه كثر من داكشي اللي جات عليه داكشي اللي رجعت عليه كثر من داكشي اللي جات عليه. علاش ولات كانت كتاكل مره جوج مرات في السيمانه ثلاثه د المرات ملي رجعها ولا كيعطيها لها يومين كيقول لي شنو رديتيني لداركم حتى مشيتي رجعتي لداركم انا دليني نجي نقول لك رجعي انا دليني انت دليني انا ورجع نجي عندك ونقول لك رجعي انا
دوز عليها العذاب. العذاب تصور العذاب، تصور رمضان، رمضان وما عندهاش الحق، ما عندهاش الحق بدر تنعس، ما عندهاش الحق. يقول لي ما تنعسيش، شنبغي انا ننعس؟ كتقول لي انا راه كنوقف النهار كامل وخاصني نوض في السحور. تقول لي لا ما لا ما عندكش الحق انتي تنعسي، شنبغي انا ننعس حتى تنعسي انتي. كتقول لي وانت دابا ما كاس كدير والو عشات التليفون؟ تيقول لي وانا شات التليفون وانت جلسي تنسالي انا وانا غنمشي نلبس وتواجي تنعسي. ما عندهاش الحق. كتقول لي ماما انا رعيس، انا رعيس، ماما رعيس. ما عندهاش الحق في كونيكسيون، ما عندهاش الحق في التليفون، ما عندهاش الحق تهضر مع خواله، ما عندهاش الحق تهضر مع بنات خواله، ما عندهاش الحق تهضر مع بنات عمامه، ما عندهاش الحق، ما عندهاش الحق تهضر حتى مع شي واحد فوق وجه الارض، ما عندهاش الحق. تقول لي ماشي من حقك يكون عندك التليفون؟ تقول لها لا قدامي. كيقول لها لا ماشي من حقك يكون عندك التليفون. قلت لي ما بغيتيش انت تعطيها التليفون، انا كنشري ليها التليفون غير عظمه ونخليه ليها. قال لي لا ما عندهاش الحق يكون عندها التليفون، هي ما عندهاش الحق، ما عندهاش الحق. تيقول لي اش تمي غنديك لهيها، ديك لداري لهيها غنولي شتي الطواليط. دابا انت كتمشي لهنايا كتمشي تدخلي حاشاك للطواليط، تدخلي للحمام اللي راه غندير لك طاسه غندا نسد عليك فيها، غندا نسد عليك في الدار فيها. سمعتي لي تيقول لها تقول لي وعلاش؟ تيقول لها انا كيعجبني هكا، انا كيعجبني هكا. تيقول لي حتى انا حتى انا كنت حتى انا كانوا كيضربوني، حتى انا كانوا كيضربوني والديا بحال هكا. كتقول لي وانا مالي وانا شنو ذنبي؟ تيقول لها انت شنو ذنبك؟ انت ما ذنبك والو، ولكن انا هكا، انا هكا داير، انا تانا كانوا كيتعداو عليا، تانا كانوا تانا كانوا كيضربوني. كتقول لي انت لا انت كانوا كيضربوك، انا راه ما ذنبي والو في هذا الشيء هذا. تيقول ليها وانت علاش كنتي مني انا جيت نخطبك كنتي كتقولي لباك بلاتي بلاتي خليني نطول شويه تنعرفو؟ ايوا انت عرفتيني دابا، انت دابا عرفتيني. صور صور ما بين الخطبه، خطبه وضرب صدق اسبوع سيمانة، حيتو ما عارفينو مريض، حيتو ما عارفينو إنسان مريض. جا شي حد من عائلتي وقال لها، قالت لي قال لي هو هو راه هكاك، هو راه عارفينو مريض، ما راه عارفينو هكاك داير. داكشي علاش هما دايرين هكا حتى في دارهم، دارهم يعني هو بغاو يشغلوه ويديروا ليه شي حاجة فاش يتشغل. وشنو ذنب بنتي؟ شنو ذنبها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا هادشي بغيت نقوله لاي بنت، اي بنت تاخذ عبره، الا جا شي واحد وزرب عليها تاخذ وقت، تاخذ فتره ديال الخطوبه، تعرف تعرف هاد الشخص هذا. انا يجاوني يعني يزربوا عليا، يزربوا عليا، يزربوا عليا، يزربوا عليا، يزربوا عليا. عطاونا واحد الامل في الخطبه، غادي تمشي وغادي تقرا وغادي تخدم وغادي دير وغادي دير، يعني في مده ديال ليله ونهار. هو كيصلي ولا كيعطينا ايات في القران ولا كيصلي؟ هو راه ما كيصليش. هو ملي مشى كانت معاه في الدار، ملي جا هنايا اول حاجه دارها بدا كيصلي، اي كينوض كيصلي تصور كيضربها. كيقول لها كتاخر الصلاه وانت مضبطه في الصلاه؟ كيقول لها لا اخرتي الصلاه، حاسب اخري الصلاه ويضربها. كتقول لي لا راه غادي نصلي. كنقول لي شوف ماشي الدين هكاك، حنا راه كنعرفوا الدين الله سبحانه وتعالى تيقول لك امر بالصبر عليهم. انت راه كتصلي، انت علاش كتضربتي؟ تقول لا دابا انت ما بقاش مسؤوليتك، ولات مسؤوليتي انا. تقول الصلاه ما فيهاش الضرب. كيقول لي لا خاص الصلاه تاخرت، هو راه ما كيصليش، ما كيكذب علينا، كيجي هنا لعندنا كيبدا يصمغ الله يا ويصلي. ملي كيمشي تما كنقول لها كيصلي، كتقول لي لا كيصليش، ما كيصليش في الدار. كيعطينا ايات القران ويجيب لها حديث ويجيب لها شيوخ طاعه، وخاصك ديري وخاصك تسمعيني وخاصك تفعليني وخاصك ديريني. هو انا نرجسي مريض. نهار لي جات عيات، عيات صافي صافي، بشبها فاش يجيبها صافي، شد ليها الحوايج ديالها كاملين قطعهم. قال لي مالك معاك حتى شي حاجه؟ قلت لي بنتي صافي انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير نمشي، بغيت غير نمشي نطيح في دارنا ونموت، ما نبقاش معاك هنا حتى نموت، انا بغيت نمشي.
شد حوايج قطعهم كاملين قطعهم ليه صافي جا جبناها انتي من داك النهار وهي كتعاني يعني اول حاجه ما رضعتش ثاني حاجه جبت معها الامراض جبت معها ما عرفتش واش داك السحر اللي كان كيوكلها هو السبب ولا مرض نفساني مرضات نفسانيين ما كتهضر معهم سد عليها ما تبغيش تهضر معنا ما تبغيش تشوف الناس حتى الناس الناس ملي كيشوفوك كيقولوا ليها كيزيدوا الناس كيزيدوا ضغطوا عليها الناس ما كيرحموش كيزيدوا كل ليها والله والله العظيم كاين اللي جا عندي كيقول لها مالك اختي بحال هكا كيغوتوا كيشوفوا كيغوتوا مالك اختي بحال هكا الناس بعض المرات كيظنوها كتوحام كيقول واش انت حامله عندك شي باش رجعتي بحال هكا تقول لي والله انا مريضه هادو هي العائله اللي كانوا قبل ما يعرفوا كيجيو للدار ورجعتي بحال هكا ولاد تم غدا تكون غدا بها للطبيب ولا شي حاجه ويتلاقى شي وحده بالك رجعتي بحال هكا بالك رجعتي بك تزيد النهار وتزيد تبكي وتزيد يزيد الالم على الالم يا بابا صافي جابها للدار صافي بقات هكا الردان معدتها صافي معدتها مرضات بداكشي واش كان كيعطيها ولا العصب اللي اثر عليها ولا تكون جالسه حتى تغوت تقفز غاب وحديتها بديك الخلعه اللي كان كيدخل كيدير راسه هو بعدا اول اللي كانت فيه حتى في الدار عندي كان كيدير علينا باش يشد علينا شي دوسي كان واحد الحمام حتى في الدار السفليه ما خدامش وملي جا قلت له هانت راه هذا الحمام هذا بلا ما تبقى تدخل لي راه ما كنستعملوش حتى ما خدامش كان كيدير راسو كيخرج كنسمع الباب انه تزدح باب تسد وهو راه كيدخل داك الحمام يجلس فيه بسخوط اي باش يسمع شنو تقولوا باش يسمع شنو كنقول دارها لي حتى مشيت عندها نشوفها درت السباد ديت غدايا ديت تيسير باش ما يقولش لي راك صرفتي على امك ولا وكلتيها وداك الشيء خلانا دخلنا للكوزين عاوتاني ودار راسو خرج الباب ديالهم ديالو ديال دارو البواني برك عليه ورجع جر الباب حتى سدو ودخل الحمام وسد عليه وبقينا جالسين كنهضروا كان كنفاجئ ليها المهم كنفس عليها شويه باش تهضر وباش نقول لك شحال هو سد عليه ما تصدقيش سد عليه تقريبا شي ساعتين هو سد عليه داخل داك الحمام مقدر راسو انه راه خرج عرفتي علاش باش انه يسمعني قلت ليها شي كلمه ويقول ليهم ها هي شوف شنو كتقول باش ياخذ عليا شي ضغطي فهمتي باش يوليو الناس ضدي باش يوليو العائله ضدي كلهم يقولوا هي اللي راه هي اللي كتخسر بنتها اييه ما هضرناش هي كانت واخده ديك الفكره راه كان كيسد عليه حتى في الحمام عندنا قالت لنا ما خرجش راه هو دخل غا هنا وسد عليه المهم ما جبدنا حتى شي تنهضروا عادي مني ما سمعت حتى شي حاجه والله يا خويا لا خرج حق الله العلي العظيم الا خرج عيني خارجي مني خرج قالت لي علاه كيحسب لي خرجتي واش انت كنتي غا هنايا قال لي شنو عرفتي اللي دخل على الحمام شنو شكون كيحسبك انا مشيت قالت لي هنا ما قلت لك والو علاش شتك زعما راه كيحسب لي انت في الزنقه راه قدامي انا كاينه عندها حسبي الله ونعم الوكيل عليت معاه اشياء كنختصر لك يعني راه بزاف تحويج بزاف يعني المده ديال 6 شهور داز عليا العذاب باش تليتوها معاه ولا كيديرها في الطوموبيل باش يركب فيها الخلعه مزيان ولا كيدير فيها في الطوموبيل وكي سيري بيا كتبقى بنتي تغوت كتقول لي غنديرو كسيدك وقول لها لا ربا فيها الخلعه يعني واحد الخوف يمكن له يطلع للسطح ويهبط ويقول لي اش داكشي درتي كتبقى تقول لي شنو درت ما درت حاجه تقول لي درتي اش داكشي اللي درتي كتقول لي شنو درت ما درت والو انا شنو درت كيقول لها ها تخلعتي خفتي مزيان انا هكا كنبقى كيعجبني بحال هكا نشوفك هكا كيعجبني الحال كتبقى بنتي تبكي تقول لها وزيدي بكي والله الا كيعجبني انا الحال تبكي هادشي كله هاد المعاناه كامله والعصا كيما الضرب كيما العصا كيما الطرش
فاش لقيناها معاه قلت لك شدها، فاش بدك عصر ديك القطه هكاك، كيف عصر ديك القطه كيف دارنا هي وراها، قال لي لها شي بنادم يدير معايا شي حاجه، انا بنادم يدير معايا شي حاجه غندير ليه بحال هكا، شد ديك القطه عصرها خرج لها الدم من عينيها، خرج لها هكا، قال لي ندير بنادم هكا، بس يومين ولا ثلاث ايام دار لها نفس داك القجه ونبك داك الديكور اللي دار لها ديك دار لها، علاش قول لي علاش، قال لها هو دخل، هي دخلت باش تشوفه، قال لها قال لها علاش داخله كتصنتي عليا، علاش علاش لقيت كتصنتي عليا، قلت ليه انا وياك في الدار علاش غتصنتي عليا، قال لي لا دخلتي تصنتي عليا، شدها ضربها ضربه ضربه هذيك الضربه ديال كي ضربها ديال باش يقتلها، كيقول ليها موتي انا باغيك تموتي موتي 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 انا باغيك تموتي، قشجها حتى كتقول والله العلي العظيم الا كتقول لي ماما، كنقول صافي روحها هي غادي تخرج، قلت لي صافي وليت كنشوف الضباب وكنشوف الظلمه الفوق من الفوق هكا السقف ولا كيبان لي مظلم، وليت كنقول صافي هي روحي دابا كتخرج، هي روحي دابا تخرج، صافي حتى تسخفات صافي تغيبات، صافي هزات التليفون ايش فراته ايش فراته صونات ها، قالت لي شتي عتقني عتقني بشي نموت في دارنا، ما نموتش هنا ما بغيت نموت في دارنا، مشيت جبتها صافي خليتها، مشيت درت لها خويا دعوه ديال ما يعطينا ما نعطيوه، صافي غريبك يمشي بحالاته يمشي بحالاته، انا بغيت نربحي بنتي واخا هكاك ربحت بنتي ولكن صحتها مشات لحد الان كتعاني، اقسم بالله وكرهت كتقول لي مجرد ملي جبد ليها كنضحك معاها ولا نقول لها واحد النهار دابا انت باقا صغيره باقا يلا عندك 20 سنه دابا واحد النهار نساي هادشي وجوجي، كتقول لي ماما الا الزواج الا الزواج ملي الزواج كنخاف كنخاف، قالت لي وليت كنخاف من الناس كاملين الرجال كلهم وليت كنخاف منه كنخاف، ماما ولا سمعت شي وحده غتزوج كتخاف كتقول لك عندك يوقع لها بحال اللي وقع ليا، عندك يوقع لها بحال كتخاف كتخاف والله، ما بقاش ما تمشيش عند الناس ما تحضرش المناسبات ما تهضرش ما في التليفون، واخا يجيوها ميساجات جاوبش عليهم انا ركب فيها واحد الخلع، انا ميساج البنات اللي كيسمعني اقسم بالله الا والله كنت تمنيت بنتي يكون استغفر الله لا لازم تكون ماتت، ما غنتأدبش داك العذاب اللي تأدب، تكون ماتت بنتي مرضت وماتت قدامي، نقول ربي عطاها وربي داها ولكن الموت باطيء راه صعيب، انا كنعاود لك كنختصر لك ومعاناه معاناه نفسيه وجسديه ومعاناه، وانا كنعاني انا ما كنعش انا ما كنعش بقيت بكثرت ما بقيتش كنقدر ما كيدينيش النعاس، ولات انا ولا عندي اكتئاب بقاش كيجيني النعاس كثر كل ساعه كنقول غيجيني بنتي غيقولوا لي مات غيقول لي قتلها غيقولوا لي صافي راه ماتت صافي هادشي اللي ولا في المخيلات ديالي، حيت أما غيصيفط ليا حمقى أما غتجيني ميتة، هادو جوج حوايج، أما غتحماق وصل بها الحماق، أنا وليت كنهضر معاها ملي جتها وجات للدار وليت كنهضر معاها، وليت كدير واحد الحركات بعينيها كتبقى أنت كتهضر معاها وهي عينيها خارجين ولكن ربما ما كتسمعنيش، كنبقى نقول لها هضرت معاك سمعتيني، كتقول لي أه كنتي كتهضري معايا ما عرفت ما سمعتكش، ولا تقول لي بارك بارك صافي 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 مابقيتش تهضري معايا صافي صافي وتنوض وتخليني، يلا ما صافي ما بقيتش تهضري معايا صافي ما تهضريش معايا صافي ما بقيتش بغيت تهضري معايا، انعزال الردان النحافة لو كانت كتوزن ولات كتنحيفة ولات واحد الإنسانة واحدة أخرى، حسبي الله ونعم الوكيل، ما عطى درهم درهم ما خسرهاش درهم ما خسرهاش، أنا مشيت طلقناها درهم درهم ما خسرهاش درهم صويره، واحد الورقه قالت المحكمه قالت لي صور هذه اللي عطيها لامها هي اللي تخرج تصور دير لها فوتوكوبي ديالها، انا ما خسرش عليها الفلوس حسبي الله ونعم، جابت من الاول دابا نفسيتها وداك الشيء مدمره طهورا نفسيتها، انا قلت لك ما تجلس ما تمشي المناسبات ما تبغيش الهضره بزاف ما تبغيش تجلس مع بنادم تشوف الناس ما تبغيش تختلط مع الناس تخاف من شي وحده اللي سمعتها غتزوج ولا عندها فوبيا من الزواج، ما عندهاش التليفون ما ميساجات ما تجاوبش عليهم، يعني تبدلت بزاف وانا كنعاني مع دابا حاليا انا كنعاني مع وقتي من
كنعاني مع بنتي، كنعاني مع انني ما بقاش ديك بنتي اللي كنت كنشوفها. كنت نشوف كنقول بنتي اي شاب غيتمناها ولا عطيتها لي غيفرح، اقسم بالله كنت كنقول غيفرح انها ظريفه درويشه صباره ساكته ما نجمتش العيب، واخا تشوف العيب واخا تشوفوا في تقولوا تهضروا تعايرها ما تقدرش تهز فيك الراس، ما تقدرش. هادشي هو اللي كنت كنقول، مانيش تكذب تقول انت ما تستاهلش، وكنت تستاهل شي وحده اللي عرفتها كتستاهل، وشي بنت اللي هي سايبه، شي بنت اللي هي صليبه، شي تقول انت ما تستاهلش، وكان شي وحده اللي قاصحه كتقول غتعرف تدافع على راسها، غتعرف تهضر، ما كتهضرش. تصور كتقطع ليه ضفارو ديال رجلي، دارت ليه الكريم كتقطع ليه ضفارو ديال رجلي، ومات شنو قالت ليه وجمع رجله وضربها بها الوجه، هادشي راه كتقطع ليه ضفارو، ما كيهتمش بها، ماشي سوقو ديك الشيء اللي كدير معاه ولا كتهتم بيه ولا ما هيك، ماشي سوقو. وهي ما تبغيش شي، ما كتبغيش، كتقول لك هذا يعني انا كندير اللي عليا، خصني نطيعو، خصني نخدمو، خصني نهتم بيه، خصني نوفر ليه الراحه، خصني نوفر ليه، ولكن داكشي كله ما عندوش، ما لهوش على البال، ما حنا بالوش. اقسم بالله مشات معاه واحد المره عند واحد عائلته، وهو خرج والدار بقاو فيها ولاد دوك مالين الدار، وطلعت وجلست في الصباح بوحديتها، قالت لك انا ما تعطينيش خاطري، هو ما كاينش، وانا غنجلس في الدار وفيها ولاد، انا هني في السن ديالو. طلعت للسطح وجلست، وفجاه يعني كلاش قالت لي، قلت له انا ما رضيتش، انت ما كاينش، وانا نبقى اولاد اللي في السن ديالي نبقى معاهم، قالت له معاهم في الدار، وقال ماشي ارى مراتي كتحتارمني في غيابي، والله كتقول لها ماما انا ما نقدرش الا ما كانش في الدار، ما نقدرش نطلع من الشرجه، هو ما كاينش في الدار، اقسم بالله كتقول لي ماما ما نقدرش هو ما كاينش، انا ما نقدرش نطلع من الشرجه، هو ما كاينش، ما كان ما نقدرش، حيت خلاني في الدار، انا ما نقدرش يخرج ونطلع من الشرجه، هو الشرجه كان مانعو عليها. وكتقول لي شوف راه انت ما تقول لي ما تطلعيش من الشرجه، انا ما تعطينيش خاطري، انت ما كاينش في الدار وانا نطلع من الشرجه. كتقول لي ماما انا ما نقدرش نهز عيني هذا معاه، وانا الزعيلية تجي تيقول لك نهز عيني كيضربني ولا اش كيدير ليه، الا بغى يخرجها مثلا كيخرجها لشاف راسو ما لقى منين يدوز ليها، يعطيها شي قتله ديال العصا، كيقول لها تخرج، تيخرجها كيضربها في الشارع، كيسمح فيها هو كيمشي، ولا وقف عليها في الحد، هي الملامة، هي اللي خصها تاكل العصا، هي اللي خصها تاكل العصا، علاش وقف عليها؟ راه بنت 20 وزوينه تبارك الله، علاش انت فتيها مشيتي وخليتيها، وعلاش هي اللي غتاكل العصا، علاش غتاكل العصا، علاش حيت صرا عليها واحد وهو مخليها، حيت انت اللي خليتيها. الحمد لله منين تهنيت منه الصراحه، الحمد لله خويا، ولكن باقا كنعاني ملي كتشد بنتي ضمها، ملي كتشوفيا كتقول لي انتوما السبب، قلت لهم باها، قلت لهم انا، كتقول لي انتوما السبب، انا ما قلت لكم بغيت ولا قلت لكم، حيت هما ضغطوا عليا الام ديالو، هي اللي كتقول لي شوفي انا غنيت لك وغندير لك واخا هكاك بنتي ما طمعاتش، بنتي خافت منا، حنا واحد النهار نلومها نقولوا لها علاش خديتي فلان وهاديك راكي عايشه مزيان وتاخذ شي واحد اخر ويعيشها شي عيشه اخرى، ونقولوا لها كون سمعتي لينا، قالت لنا هذه هي الحوايج اللي ما كنتش انا بغيت نرفضها عليكم، وانا قلت نسمع والدي ونطيع والدي، ساعه انتم دمرتوا لي حياتي، الشيء اللي كتبقى فيه ما كنبغيش نمشي نشوفها مدمره، ما كنبغيش نمشي. الناس اللي تفرجوا في هذه الحلقه يدعوا مع خديجه وبنتها، كلشي يدعي معها باش ربي يشافيها. ميساج للبنات، ميساج للبنات، ما تبقاوش تزربوا، ما تبقاوش تغركم اوروبا، وما يغركمش شي انسان غايجي ويطيح، راه داك اللي كيزرب عليكم راه كيكون شي خلال كاين تماك، خلال، وهادو عارفين هاد الخلال، عارفين عائلتهم كلها، الا انني ما عارفينش المحيط ديالهم، يعني الناس اللي متقربين منه عايشين معاه كلهم عارفين هاد الخلال اللي فيه، احنا الوحيدين كنا ما عمرنا شفنا كنشوفوا والدي، ولكن والدي كنا كنشوفهم يعني كتشوفهم مره في 4 سنين ولا 5 سنين، كتشوفهم يومين ولا نهار، راه ما كتعرفش شنو كاين،
كيغروكم. ايه وليلى يالله شنقول لك بعد الحمد لله نقول لك ويلا ديال الفطره ان بنادم يتعرف ما يزربش ما يتغرش، حيت انا بقيت انا ضحيه وبنتي ضحيه. انا بنتي مازال كنديها للطبيب، ما خليت ما عرفتش دابا نديها عند شي راقي ولا نديها شي فم ثاني ما عرفتش. ندير معاها فقط اي واحد يتفرج في هذه الحلقه ما بقاش عندها اي واحد يتفرج في هذه الحلقه ما قدش تخدم. كلشي دايما خديجه وما بنتها اش نقول لك؟ الحمد لله بعدا ملي تهنيتو منه هذه اول حاجه نتمنى ربي.